السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نبدأ اليوم إن شاء الله المحاضرة الثالثة لمادة الباور إلكترونيكس، اللي راح نتطرق بها إن شاء الله حول السنجل فيس هالف ويف كنترولد ريكتيفاير وذ اندكتيف لود، يعني ار ال لود وليس ريسيستيف لود. وأيضا راح نتعرف على بعض المصطلحات المهمة اللي تضمن الكوندكشن انجل والكوميوتيشن انجل، ونتعلم كيفية ايجاد الكوميوتيشن انجل يوزنج ذا شارت، وايضا نحل بعض الامثلة. وفي نهاية المحاضرة ان شاء الله راح ناخذ نفس الدائرة لكن بربط ما يسمى بالفري ويلينج دايود، اللي هو راح يربط على التوازي مع حمل الار ال لود. قصي، صوتي واضح؟ نعم، واضح أستاذ. تمام. فالدائرة الرئيسية اللي اليوم راح نتكلم عنها هي هاي الدائرة اللي تضمننا سنجل فيس سبلاي، وبما انه الدائره هي هالف ويف كنترولد ريكتيفاير، اذا تحتوي على سويتش واحد. نوع هذا السويتش يجب ان يكون ثايرستر حتى يكون بالجيت اللي من خلاله راح نعمل تريجر لهذا الثايرستر، والحمل المربوط على الاوتبوت لهذا الريكتيفاير هو ار ال لود وليس فقط ريسيستيف لود مثل ما أخذنا به المحاضرات السابقة. نلاحظ أنه السبلاي فولتج بجهة اليمين هوني هي عبارة عن ساين ويف، في حين الأوتبوت فولتج قلنا راح تبدأ بزاوية مقدارها ألفا اللي هي زاوية قدح الثايرستر، ويستمر هذا الثيرستر في حالة الأون إلى انتهاء الزاوية ثيتا، ومجموع الزاويتين تمثل لنا البيتا. نلاحظ هوني أنه التيار مال اللود يبدأ من زاوية ألفا وينتهي ببيتا. كذلك من خلال رسم هذه الموجات نلاحظ أنه الفي لود بها جزء موجب وجزء سالب. هذا الجزء السالب راح يظهر نتيجة خزن الطاقة في المحاثة في ال L اللي موجودة ومربوطة على التوالي مع ال R. كذلك نلاحظ أنه التيار فقط يكون بالجزء الموجب، ليش؟ لأنه التيار ما ممكن أن يمر بالثيرستر بالاتجاه المعاكس، يعني الثيرستر فقط راح يوصل لنا باتجاه الفيد فورورد، ما تمام؟ فبذلك يكون شكل الموجات بهذا الشكل. ايضا نلاحظ انه عند زاويه القدح الفا راح الفولتيه تبدا بالتوصيل من قيمه معينه وليس من الصفر وتزيد، لكن تيار الحمل نلاحظ انه يبدا من الصفر بعد قدح الثيرستر ويزيد الى ان يصل الى البيك ويرجع ينزل الى الصفر مرة ثانية بانتهاء الزاوية ثيتا اللي هي زاوية التوصيل. الآن نتعلم هذه التسميات، شنو هو المقصود بالألفا والثيتا وكذلك البيتا. الألفا مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة هي عبارة عن التريجر أنجل، بعض المصادر يسموها فايرنج أنجل أو ديلي أنجل. التريجر يعني القدح، الفايرنج يعني مثل زاوية الإشعال، والديلي أنجل هي زاوية التأخير مال الثايرستر اللي عنده راح يتحول الثايرستر من حالة أوف إلى حالة أون، يعني من الأوبن كسويتش إلى حالة الكلوز ويسمح بمرور التيار والفولتية من خلاله. الثيتا تمثل لنا الكوندكشن انجل اللي هي زاوية التوصيل،
ايش قد راح يبقى الثايرستر موصل في حالة الاون؟ هاي الفترة الزمنية تتمثل بالكوندكشن انجل اللي هي زاوية التوصيل. عندنا البيتا المقصود بيها الكوميوتيشن انجل. الكوميوتيشن انجل تبدأ من لحظة الصفر إلى أن يطفأ الثايرستر، واللي هي حاصل جمع الألفا بلس ثيتا. البيتا ليش سميت الكوميوتيشن انجل اللي هي المقصود بها زاوية التبديل أو التعديل؟ السبب أنه بانتهاء هذه الزاوية اللي هي البي راح يتحول الثايرستر من حالة الأون إلى حالة الأوف، فتشوف في نهاية البيتا انقطع مرور التيار أو أصبح مرور التيار عبر الثايرستر يساوينا صفر. وكذلك الفولتية صفرت، ليش؟ لأن هذا السويتش بدأ عد هذه الزاوية بالتحويل أو التبديل من الأون إلى الأوف. بقالنا ما هو سبب سريان التيار حتى لو كانت الفولتية سالبة بعد هاي الفترة اللي بعد الباي؟ وليش ما التيار ظهر بشكل سالب؟ قلنا التيار ما يظهر بشكل سالب لأنه الثايرستر راح يوصل لنا فقط بالاتجاه الأمامي. وأيضا ليش يكون بهذا الشكل شكل التيار؟ يعني بعد أن تكون الفولتية صفر وتبدأ بالسالب يبدأ التيار هذا يقل، لأنه المحاثة تخزن طاقة داخله، والمحاثة لا تسمح بتغيير التيار إلا بشكل دي اي اوفر دي تي. لذلك التيار يبدأ من الصفر كأسلوب شحن لهذه المحاثة، وبعد هذه الفترة اللي هي الباي راح يبدأ بتفريغ هذه الشحنة بالدائرة. يهمنا أن نعرف the average value of the output voltage والRMS value of the output voltage for this circuit. نلاحظ أنه الـ VDC راح تساوي لنا 1 على 2 باي، التكامل راح يكون عندنا من ألفا إلى باي. ليش من ألفا إلى بيتا؟ ليش من ألفا إلى بيتا؟ لأنه من ألفا إلى بيتا كان عندنا فولتية، جزء منه بالاتجاه الموجب وجزء منه بالاتجاه السالب، وراح يكون عندنا من الفا الى بيتا في ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. نكامل هذه المعادله راح نحصل على الفي دي سي يساوي لنا في ماكسيموم اوفر 2 باي كوساين الفا ماينس كوساين بيتا. الفي دي سي بهذه المعادلة تساوي لنا في ام اوفر 2 باي كوساين الفا ماينس كوساين بيتا، اللي هي كوساين زاوية قدح الثايرستر الالفا اللي هي تمثل لنا الفايرنج انجل، ماينس كوساين بيتا اللي هي زاوية التبديل للثايرستر من حالة الاون الى حالة الاوف. في حين عندنا الـ RMS value for the output voltage VRMS، نكامل بنفس الطريقة 1 over 2 pi، التكامل عندنا من ألفا إلى بيتا VM sin omega t كل تربيع دي omega t، المعادلة كلها تحت الجذر التربيعي، فراح نحصل على VM over 2 جذر 1 على pi بيتا ماينس ألفا زائد sin 2 ألفا ناقص 2 ناقص ساين 2 بيتا اوفر 2. طريقة إيجاد البيتا اللي هي الكوميوتيشن أنجل يوزنج ذا تشارت. مثل ما نلاحظ هون بأسفل هذا السلايد أكو تشارت. هذا الشارت الاكس اكسس يمثل لنا الديلي انجل الفا، والواي اكسس يمثل لنا الكوندكشن انجل اللي هي الثيتا. وعندنا خطوط مائله تبدا عند الزاويه 180 كديلي انجل وترسم بهذا الشكل.
هذه الزوايا تمثل لنا اللود انجل. اللود انجل اللي تختلف قيمته بالاعتماد على قيمه المحاثه والمقاومه المربوط كحمل على الاوتبوت لدائره السنجل فيس هالف ويف كنترولد ركتفاير. فلغرض ايجاد البيتا من هذا الشارت يتم التالي: يتم تحديد قيمة الألفا اللي موجودة على الإكس أكسس. على سبيل المثال فيما لو كانت قيمة الألفا يساوينا 60 درجة، ويتم إسقاطها على الكيرف الخاص باللود أنجل. كان تكون مثلا اللود أنجل هوني 30 درجة. بعده يتم إسقاط نقطة التقاطع اللي موجودة بالأي على الواي أكسس حتى نوجد من عنده زاوية التوصيل اللي هي الكوندكشن أنجل. بعد أن وجدنا الكوندكشن أنجل، عندنا الألفا ديلي أنجل معلومة، حاصل جمع الإكس أكسس زائد الواي أكسس راح ينطينا قيمة البيتا اللي هي الكوميتيشن أنجل. واضح طلاب طريقة حساب البيتا؟ أحد عنده أي سؤال أو استفسار؟ ماكو أي استفسار حول طريقة حساب البيتا؟ المفروض لا أستاذ. أوكي. هوني عندنا هوم وورك وراح نحل مثال مشابه اللوا. فالآن أريد من كل طالب أنه يحضر الكالكوليتر ماله الحاسبة وأيضا ورقة مسودة حتى نحل المثال سوا. المثال الأول بهاي المحاضرة عندنا سنجل فيس هالف ويف كنترولد ريكتفاير، انبوت سبلاي فولتج في اس يساوي لنا 310 ساين 314 تي، وذي فريكونسي 50 هرتز. لاحظ انه هون الفي اس اعطاك هي بهاي الدلالة، ممكن ايضا يعطيك هي كار ام اس فاليو وتكون قيمتها تساوي لنا 220 فولت. التريجر انجل يساوي لنا 45 درجة، اند لود ار ايكوال 10 اوم ان سيريز وذ ال ايكوال 19.377 ملي هنري. المطلوب الاول درو ذا ريكتفاير سيركت، وبلا شك انه من ترسمه لازم تحدد العناصر اللي موجوده بهذه الدائره اللي راح تمثل لنا السبلاي فولتج كسنجل فيس والاس سي ار ثيرستر بالاضافه للحمل ار ال مربوطين على التوالي.
determine the value of the load angle اللي هي الفاي، واللود انجل هون راح يعتمد على قيمة المقاومة والمحاثة كلود اللي مربوطين على الاوتبوت مال هذا الريكتفاير. بعد الكوندكشن انجل والكوميوتيشن انجل ثيتا اند بيتا، وبعد يتم ايجاد بعد يتم رسم الانبوت اوتبوت اند كرنت ويف فورمز لهذه الدائرة، وبالاخير يتم ايجاد المين اند ار ام اس فاليو اوف ذا اوتبوت فولتج. فنلاحظ هون المطلب الاول اللي هو رسم الدائرة تتمثل ب ال VS supply voltage وال SCR والمحاثة والمقاومة. اللود انجل الفاي لحمل RL راح يساوي لنا tan inverse XL over R، وال XL tan inverse XL over R، وال XL هي الأوميجا L، الأوميجا 2 باي F L over R. فيكون عندنا قيمة الفاي يساوي لنا 30 درجة. طلاب احسبوها باستخدام الحاسب، نشوف منو أول طالب يكمل حساب قيمة استاذ طلعت استاذ الفاي. نعم تفضل استاذ طلعت 29.99. تمام اوكي. بعد بقية الطلاب ايه استاذ؟ نفس الناتج طلع لي انا هم. منو جاوب اخر شيء؟ استاذ انا طلع لي 29.98. تمام اوكي. الآن قيمة الفاي معلومة وواضحة هي 30، فحددنا هذا الكيرف اللي هو الثالث من جهة اليسار فيما لو كانت الفاي يساوينا 30. عندنا بالسؤال بالمعطيات أعطانا قيمة الألفة كديلي أنجل تساوينا 45 درجة، فالآن نحدد ال 45 ونسقطها على كيرف الفاي يساوينا 30، نحصل على نقطة أي. نقطة أي نسقطها على الواي أكسس حتى نطلع من عنده الكوندكشن انجل. فنلاحظ هون الكوندكشن انجل قيمتها 168 درجة. القانون معلوم لغرض ايجاد الكوميتيشن انجل اللي هي البيتا، واللي يساوي لنا الفا زائدا ثيتا. 45 زائدا 168 يعطينا 213 درجة. يعني من الصفر الى ال 213، عند ال 213 راح يتحول هذا الثيرستر ال اس سي ار من حاله الاون الى حاله الاوف. نلاحظ اشكال موجات الفولتيه والتيار. نلاحظ هون عندنا الساين ويف فور ذا انبوت فولتج او السورس فولتج. عند الزاويه 45 راح يتم قدح الثايرستر، وعند ال 213 درجه راح يستمر توصيل الفولتيه سواء بالاتجاه الموجب او السالب، في حين عندنا شكل موجه التيار تبدا من الصفر وتنتهي ايضا الى الصفر، وتنتهي التيار يصفر بانتهاء البيتا لأنه قبل هذه الفترة كان الثيرستر في حالة الأون. رسومات الفولتية والتيار واضحة طلاب؟ ما حد عنده أي استفسار عليهم؟ نعم واضح أستاذ.
اوكي الفي دي سي تساوي لنا ماكسيموم فولتج اوفر 2 باي كوساين الفا ماينس كوساين بيتا. فبذلك تكون قيمة الدي سي اوتبوت فولتج 76 فولت. طلاب حاولوا تحسبوها لهذه القيمة، نشوف من أول طالب يحسبه. أستاذ حكم انطي مجال لبقية الطلاب، اللي شارك مرة قدر الإمكان يعني ينطي مجال لبقية الطلاب. تفضل مصطفى. مصطفى خضير، محمد فواز، أستاذ تطلع 76.266. تمام. بعد قصي، استاذ عندي 76.259. تمام. 76.266. اوكي اذا قيمة الـ VRMS value نحسبها ايضا معا. الـ VRMS راح تساوي لنا الـ V maximum over 2 جذر 1 over pi بيتا ماينس الفا زائدا ساين 2 الفا ماينس ساين 2 بيتا اوفر 2. قيمة الألفا يساوي لنا 45 درجة اللي هي 0.78 راديان، وقيمة البيتا 213 ديجري تساوي لنا 3.717 راديان. فالآن ندخلهم بهذه المعادلة حتى نشوف قيمة الـ RMS فاليو بالنسبة للـ output مال الريكتيفاير. نشوف منو من الطلاب يوجد أول واحد. تطلع 150.844. المايك مالك. طلاب منو جاوب آخر طالب؟ أستاذ أنا جاوبته. محمد فواز. تمام. محمد فواز استخدم خاصية الريس هاند حتى أيضا تنطي مجال لبقية الطلاب اللي ما شاركوا، أنت شاركت أوريدي. تمام، بقية الطلاب منو حسبه؟ من اللي ما شاركوا؟ أستاذ طلعت 150.844. تمام. زين، تأكدت من قيمة الألفة؟ تحويله من الديجري الى الراديان، الالفا والبيتا. تاكدوا منها ايضا ونشوف منو راح يحسب قيمه البيتا اذا كانت صحيحه بهالشكل ولا لا. وقبل الاجابه يستخدم خاصيه الريس هاند. Thank you.
هاي محمد انت شاركتي، راح نريد من الطلاب اللي ما شاركوا. بعد بقية الطلاب، سالم فالح تسمعني؟ سالم فالح؟ نعم أستاذ. أوكي. بيته؟ نعم أستاذ. حسبت قيمة الكوميتيشن أنجل؟ نعم أستاذ، على كمل. أوكي. عبد الناصر ياسر، نعم أستاذ، حسبت قيمة البيتا؟ إيه نعم أستاذ. إيش قد طلعت القيمة؟ تقريبا 214. تمام، هاي بالدقري. احنا نريد اذا حولت هذه الزاوية الى راديان ايش قد تكون القيمة؟ بصراحة ما اعرف. اي ما تعرف، زين زين، خليني اكتب المعادلة مالتها حتى تتعلمها، لان اكيد راح تحتاج لهذه التحويل. ما تمام؟ تمام استاذ. هاي يا حسين. استاذ 3.717. تمام، ايش القانون اللي استخدمتينه بالتحويل من الدجري الى الراديان؟ تسمعيني؟ جاوبك استاذ؟ لا لا، انت مجال. استاذ 3.71. ليش تجاوب من مكانك؟ رفعت ايدي استاذ بس ماكو، يعني ماشي تمام. انت مجال، بقية الطلاب ايضا يشاركون، مو صحيح اكو طلاب قبلك يجاوبون. استاذ اول مرة اشارك يعني. واضحة هاي طلاب هسه؟ نعم واضحة أستاذ. أوكي، وهذه القيمة أيضا بنفس الطريقة يتم إيجادها.
اوكي. اذا الى نهايه هذا المثال ما احد عنده اي استفسار طلاب؟ راح يكون عندكم هوم وورك، وهذا الهوم وورك ما الا تسلمونه بس تحلوه حتى تستفادون منه. وبعد اكمال الحل تقارنه مع زميلك اذا كانت النتائج مالتك صحيحه والا تحتاج بعد تشتغل عليها. عندنا ايضا سنجل فيس هالف ويف كنترولد ريكتيفاير، انبوت سبلاي فولتج في اس يساوي لنا 100 ساين 314 تي، فريكونسي 50، هوني عندنا التريجر انجل الفا يساوي لنا 30 درجة، الار يساوي لنا 20 اوم، ان سيريز وذ ال 63.6 ملي هنري. Then determine the following. Tan inverse omega 2 phi pi phi 50 phi adna المطالب هي نفس المطالب اللي حليناها بالمثال السابق. وايضا بعد انه تكمل هذا الهومورك راح تقارن ما بين الـ RMS value والـ DC value لهذا المثال والمثال اللي قبله. يعني نريد نوصل الى نتيجة انه اذا قللنا قيمة الالفا الفولتية بالاوتبوت راح تزيد ولا تقل، واذا زيدنا قيمة الالفا ونوجد الـ DC value نقارنها مع المثال السابق راح نشوف ايضا هي قلت ولا زادت. بس مبدئيا منو يجاوبني؟ انه اذا كانت الالفا يساوي لنا 30 وقارناها مع الالفا يساوي لنا 45 بالمثال، المفروض الدي سي فولتج راح تكون اعلى لو اقل. محمد رائد تفضل. محمد رائد. نعم استاذ. استاذ اذا قلت الالفا راح تزيد الفولتية. تمام، لانه راح تزيد الفولتية بالاوتبوت، واذا زيدنا الالفا راح يزيد القطع وبالتالي تقل الاوتبوت فولتج. تمام. اوكي. طلاب رابط الحضور موجود بالشات، الطلاب الحاضرين فقط يسجلون الحضور، واضح؟ ما نريد احد من الطلاب اللي ما حاضر ايضا يسجل حضور. الان عندنا نفس الدائره اللي تكلمنا عنها. اذا تم ربط ما يسمى بالثري ويلينج دايود، واللي هو عباره عن دايود يربط على التوازي مع اللود لهذه الدائرة. ونلاحظ أنه من يتم ربط هذا الدايود بالتوازي مع اللود في دائرة الهالف ويف كنترول ريكتيفاير راح تكون الاوتبوت فولتج سيجنال مثل ما نلاحظ هوني تبدأ من الألفا وتنتهي بالباي. السبب أنه الفولتية السالبة ما راح تظهر باللود،
لأنه راح تختصر أو تختزل من خلال الفري ويلينج دايود، لأن هذا الفري ويلينج دايود راح يوفر لنا سيركوليشن كارنت للطاقة المخزونة داخل هذا الملف أو المحاثة. لكن التيار مال اللود راح يستمر مثل الدائرة السابقة ويبدأ عند الزاوية ألفا وينتهي عند الزاوية بيتا. نلاحظ هون أيضا أنه الآي لود يحتوي على جزئين، الجزء الأول آي إس واللي هو التيار المار من خلال السويتش الثارستر واللي يمثل لنا السبلاي كرنت، بالإضافة إلى الآي دي اللي هو مقدار التيار اللي صار كديسشارج من المحاثة إل ثرو ذا فري ويلينج دايود. أيضا كفولتية بالأوتبوت نلاحظ أنه هذه الفولتية تشبه حالة السنجل فيس كنترول ريكتيفاير وذا ريسستيف لود. ليش؟ لأنه الفري ويلينج دايود اختصر لنا أو اختزل لنا الفولتية اللي تظهر بالأوتبوت وناتجة عن الطاقة المخزونة داخل الإل. الآن إذا أردنا أن نوجد قيمة الارم اس فاليو والدي سي فاليو لهذه الفولتية راح تكون القوانين كالتالي: الفي دي سي يساوي لنا 1 على 2 باي تكامل من الفا الى باي في ماكسيموم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. اذا عندنا قيمة الفي دي سي اوتبوت راح تساوي لنا في ام على 2 باي 1 بلس كوساين الفا، في حين الارم از فاليو ايضا راح يتم تكامله بنفس الطريقه يعني من الفا الى باي، فراح نحصل على المعادله الاخيره الموضحه في ار ام اس يساوي لنا في ماكسيموم على 2 جذر 1 على باي باي ماينص الفا زائد ساين 2 الفا على 2. الان شنو نتوقع من هذه القوانين؟ أنه في حالة استخدام الفري ويلينج دايود قيمة الأوتبوت فولتج راح تزيد ولا تقل كارميز فاليو. الطالب اللي جاوبني يستخدم خاصية الريس هاند حتى نشوف بقية الطلاب أيضا. من خلال هاي الموجة نلاحظ أنه هذه الموجة راح تنطينا فولتية أعلى بالأوتبوت، لو من دون استخدام الفري ويلينج دايود راح يكون أعلى. ما حد عنده تصور فيما لو تكون الفولتية أعلى أو أقل؟ ما حد عنده تصور من خلال شكل موجة الفولتية راح تكون أقل ولا أكثر طلاب؟ أوكي، إذا واضح من خلال موجة الفولتية من دون استخدام الفري ويلينج دايود راح تظهر فولتية من خلال استخدام الفري ويلينج دايود ما راح يكون عندنا فولتية سالبة، فبالتالي راح تكون الفولتية كدي سي فاليو أعلى من الحالات السابقة اللي كان يظهر بها فولتية سالبة، لأن هذه الفولتيات هي حاصل جمع يعني الموجبة ناقصا السالبة. الآن احنا اختصرنا السالبة او اختزلناها من خلال استخدام الفري ويلينج دايود، فبالتالي راح يكون عندنا اللود فولتج اكيد قيمته اعلى من الدائرة السابقة. واضح؟ تمام، واضح استاذ.
اوكي ناخذ مثال عند استخدام الفري ويلينج دايود. نعم تفضل. لو يمكن تعيد النقطة السابقة. اوكي نلاحظ هذه الدي سي اوتبوت فولتج هوني بيها جزئين، جزء موجب وبيها جزء سالب، فبالتالي الدي سي اوتبوت فولتج كانما هي قيمه الجزء الموجب ناقصا السالب، فاذا استخدمنا الفري ويلينج دايود راح يختصر او يختزل هذا الجزء السالب ما يظهر، فبالتالي راح تكون كانما الجزء الموجب ناقص صفر، فتكون الفولتيه بالاوتبوت باستخدام الفري ويلينج دايود اعلى من هذه القيمه. يعني شوف هذه الموجه فقط فيها جزء موجب من دون السالب، وراح نشوف هذا الشيء ايضا من ناحيه طريقه حساب هذه الفولتيات بهذا المثال. الان هذا المثال فيما لو كان عندنا نفس المثال السابق فقط ضفنا الفري ويلينج دايود، فاذا ضفنا الفري ويلينج دايود draw the rectifier circuit, draw to scale the input voltage, output voltage, and current waveforms, then determine the mean and RMS value of the output voltage. فالآن كل طالب يبدأ حساب الريكتيفاير سيركت معلومة، بالضبط راح تكون مثل هذه الدائرة، رسم الموجات أكيد راح تكون مثل هذه بالاعتماد على قيمة الألفا، يعني فولتية سالبة ما راح تظهر، ويكون عندنا الآي لود يساوينا آي إس زائدا آي دي ما ينتهي إلى الباي، في حين قيمة الـ RMS value والـ DC value للـ output ننتظر نشوف منه من الطلاب أول واحد راح يحسبه. بعد بقية الطلاب هبة رافع. أستاذ قيمة الـ VDC تطلع 84.225. والـ RMS 147.714. تمام. بعد بقية الطلاب بعد بقية الطلاب أحمد رعد. أحمد أحمد رعد تسمعني؟ سلمان سلمان تسمعني؟ محمود محمود شكر. أستاذ محمد شكر موجود. تمام حسبت قيمة ال في مين فاليو بهذا المثال؟ لا أستاذ. ليش؟
شنو السبب؟ ما عندك حاسبة ولا شنو؟ لا ولا سلمى. اوكي مصطفى عصام، مصطفى عصام نعم استاذ. حسبت قيمة الافرج فاليو مال لا الفولتية؟ والله لا استاذ. ليش؟ يعني ما متهيئ، ما عندك مسودة وحاسبة تحسب بيها لو شنو؟ لا استاذ جبت بس ما حسبت. اوكي اذا نحسبها سوا، ما طول عندك حاسبة، تمام؟ تمام حتى نقارن ونعرف هذه المعادلة راح تكون صحيحة ولا لا. نحل تمام المثال سوا. هذا هو رسم الدائرة مال هذا الريكتيفاير، وتنتبهون إلى طريقة ربط الفري ويلينج دايود. الفري ويلينج دايود يربط على التوازي مع المقاومة والمحاثة، مو فقط جزء من اللود، ينربط على التوازي مع كل اللود. ونلاحظ أيضا طريقة رسم الموجات. فمثلا السبلاي فولتج تمثل لنا هذه الساين ويف، نلاحظ انه البيك فاليو تساوي لنا تقريبا 310 فولت كانت بالمثال السابق. نلاحظ اللود فولتج ما تبدا من الصفر، تبدا من قيمه معينه عند الزاويه 45، في حين التيار يبدا من الصفر. نلاحظ ايضا الاوتبوت او اللود فولتج تنتهي بالباي وما بيها فولتية سالبة، لأن عندنا فري ويلينج دايود، في حين التيار راح يضم لنا جزئين، الجزء الأول هو الآي إس والجزء الثاني هو الآي دي، حاصل جمع من اثنيناتهم راح ينطينا الآي لود. فبالتالي عندنا المين فاليو كفي دي سي راح يساوي لنا في ام على 2 باي 1 بلس كوساين الفا. فالنتيجة راح تكون عبارة عن 84 فولت. مصطفى تقدر تحسب هذه ال 84 فولت؟ نعم استاذ. طلعت 84.2253. اوكي اذا نحسب الار ام اس فاليو ايضا. وهج ابراهيم. نعم استاذ. استاذ الفي مين طلعت 84.2254 والـ VRMS طلعت 147.825. ومن 8.25 تمام. تمام طلاب، ما حد عنده أي سؤال أو استفسار حول هذا المثال، طريقة الحساب إلى حد الآن؟ المفروض لا أستاذ. أوكي هسه نلاحظ حتى نقارن ما بين هذه الفولتية اللي هي 84 فولت والفولتية اللي تم حسابها من دون استخدام الفري ويلينج دايود كانت قيمتها 76 فولت. فنلاحظ انه تقريبا 8 فولت تم اضافتها كدي سي اوتبوت فولتج باستخدام الفري ويلينج دايود. ليش؟ لانه تم اختزال الفولتيه السالبه اللي تظهر لنا
بالاوتبوت فولتج، و8 فولت من تقريبا 80 تقريبا 10%، يعني حصلنا على فولتية بالاوتبوت اعلى من الدائرة السابقة بمقدار تقريبا 10%. واضح الفرق ما بين الاثنين طلاب؟ عندنا هوني هوم وورك ثاني بهذه المحاضرة. هوني حل هذا المثال لا يعتمد على الشارت مثل الأمثلة اللي أخذناها السابقة، لأن هو منطيك قيمة الألفا كتريجر أنجل يساوينا 30 درجة، وقيمة البيتا منطيك هي 280 درجة، ويطلب من عندك draw to scale input output voltage determine the mean and RMS value of the output voltage. والحل هون راح يكون من دون استخدام الفري ويلينج دايود. بالمطلب رقم 4 يقول لك اذا تم استخدام الفري ويلينج دايود ارسم لنا الموجات الاوتبوت فولتج اند كرنت، وكذلك احسب قيم الافريج اند RMS value of the output voltage. واضح؟ وهذا المثال الهوم وورك. ان شاء الله المحاضرة القادمة بالبداية راح نسأل عن النتائج مال هذا المثال ان شاء الله، او بالاحرى اليوم ان شاء الله قبل ما نبدأ بالعملي راح نسألكم عن الحل مال هذا المثال كقيم RMS value ومين فاليو في حالة استخدام الفري ويلينج دايود ومن دون استخدام الفري ويلينج دايود. تمام؟